رفع مردودية الإنتاج في الحبوب من أبرز ما نص عليه مجلس الوزراء، بغية الوصول إلى متوسط إنتاج بين 30 إلى 35 قنطار للهكتار الواحد، مع تنشيط حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين وتكثيف الشراكة الخارجية. إلى كان توفرت لنا جميع الإمكانيات وكانت الظروف المناخية يعني في مستوى لباس به، قادرين نديروا الربعين ونفوتوا الربعين قنطار. ولازم نتبعوا المسار التقني، لأن الحبوب مربوطة بالمسار التقني. إذا تبعنا المسار التقني إن شاء الله يكون نجاح كبير. رئيس الجمهورية ألح على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة مع مراقبة المحاصيل الزراعية، حيث أشار إلى تقنية التصوير بطائرات الدرون والتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة. لما نتكلم على الدرون، الدرون هو وسيلة تقنية عصرية للعمل بعدة تقنيات في كامل المجالات، يعني نظن بأنه مجال الدرون مش محدود. تكلمتي لي على الزراعة، أكيد نستعمل الدرون في مراقبة الزراعة، مراقبة الحرائق، التحكم في عن طريق المجال الجوي في الكثير من المجالات. ونظن بأنه ربما التكلفة نتاع الدرون واستعمال الدرون في المراقبة هو ما يكلفش أكثر من الشيء اللي احنا نخسروه لما توقع حرائق رمشناها، يعني الحرائق. في مسعى لبلوغ الطريقة المثلى التي تعطي زيادة قياسية في مردودية الإنتاج، من شأنها تخفيض فاتورة الاستيراد ورفع الإنتاج للوصول لثلاثة مليون طن خلال السنة المقبلة كهدف أول، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف أسمى.